هاي ممكن توقفي هيدا الجنان وتخبريني شو عم بيصير؟ إذا ما وقفت شو فيك تعمل يا بيبي؟ ما أنا فضيت لك البيت كله واستنيتك لحتى ودك، شو فيك تعمل يعني؟ قلي لا. شو فيك تعمل يا بيبي؟ ممكن تهدي شوي وتخبريني شو عم بيصير؟ أنت بدك تقلي شو عم بيصير؟ قلي قلي شو عم بيصير يلا. خلص مش لا بعرف حسرت روما روح 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 رو. خفت تروما هيدي على سنة عم تعيد علي ايه جرحتني ما بحبها ما بطيقها ما بدي اياها ميناي فضت لك البيت روح وجعتك صح سوري سؤال شريرة يعني ومسمة وحية وفيكي عم بشكيها لا فيك شيء يعني عن قريب مستفزة يا كلبي قصدي 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 شو اتهموكي من الآخر؟ اتهموكي بالجرأة، اتهموكي بالترويج للخيانة من وراء المسلسل، اتهموكي إنه ما عندك مشكل بالقبلة، آخر شيء أنت جاي من محل محافظ يعني لبنان بعده أسهل شوي من سوريا بهذا الموضوع، أنت عم تكسر التابويات واحد ورا الثاني، بشو متهم اليوم؟ ما بعرف كل حدا بيتهمني الشكل بس خلينا نحكي أول شيء عن ترويج للخيانة أكيد لا المسلسل بحد ذاته ترويج للخيانة؟ أكيد مو ترويج هو ما بده إضاءة ما بدك تعمل تفوكس أو تضوي على الخيانة لأنه كل البيوت فيها خيانة لا ما تحكي هي شو كل البيوت فيها خيانة؟ صح ولا لا؟ شو هالحكي هذا؟ أنت شو أنت نخنتي قبل؟ إيه أوف وانت خنتي؟ لا لا شو هلا مثل واحد عم يدعي العفه انه انت خنتي بس ما خنتي هلا نحن لانه الرجال بيخون بس المراه ما بتخون هلا اكيد بتخون اكيد في نسوان بتخون ايه بس الرجال في نساء بعض النساء بتخون بس كل الرجال بتخون شو هذا مالك حق تعميم يي هذا رايي رايك بس مش كل الرجال بتخون مش مزبوط كل الرجال بتخون عصام اوكي ناجي اوكي جا عصام من كثرة المصاري ما بقى عم بيش مع نسوان بس مش كل الرجال بتخون بس يعني حبيبك اللي معك هلا انت مش حابة رجال انت يعني انت اكيد انه هذا حيخون شو بعرفني هلا ممكن يمرق يعني يمرق ولا ابرد من بتسمحي له يمرق اكيد لا ليش بدي اسالك سؤال يلي يعني عم بيخونه اذا اكتشفت خيانته شو رح تعملي رح تتركيه مع انه حلو معه مصاري تراشرش ما بعرف يعني شو ممكن تكون ردة فعلي بس أنا رأيي الحقيقي بأنه أغلب الرجال بيخونوا أوكي أغلب الرجال صارنا موضوع يعني مش كل الرجال أغلب ليك بس ليك أكيد أكيد شو صار؟ بس قلت لها عن رجال لحظة بس هو من أغلب الرجال اللي أنا مرافقته هو مفكر عم دافع على الجزء البسيط إنه لا لأنه حكيت عن لا 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 هو ما اعتبرتيه من أغلب الرجال لك يعني لا يعني أنت في حال عملت شيء بتسامحي لا